يطول وكده مش طول. يوسف تعال حرب وانت النبي يا عم. ماشي يا عم اكرم الله الكبده من بس يا عم جاي حاربني يا ابو احمد يا عم. لا 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 يا سي منه ماما. تعال تعال قعدك في حته حلوه.
دقيق احلى مسا عليكم النهارده. الكلب ده علم على ابراهيم. كنت عليه بسرعه انت عاوز ابو مرضاه. كنت عليه بسرعه. خد بسرعه عايزك في الكاميرا. الكاميرا الناس عايزينك. خد مسكين الكلب يا انت عم رمضان. الكاميرا عايزاك. خد حطها في اي حته دلوقتي. تعالى بسرعه. تعالى بسرعه. الكلب يا مش هتحاربه. الناس عايزينك يتفرجوا عليك. تعالى بسرعه. لا يا عم رمضان. تعالى بسرعه. انت ويوسف. ويوسف معاك الكلب. لا مش عايزينك. تعالى بسرعه. الناس عايزين يشوفوك. قول لهم الصواب جت على الصواب. اول مره الصواب جت على الصواب. يا عايزني بس يا على مرضى. مين اللي بينادي عليا؟ مش ده على مرضى. انا قلت لها في الصف. يا ماما يا عبد الكلب. يا ماما يلا يا ابني قفل. عم رمضان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معايا التسجيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعمرك سيبته ابن رنا ونور يا سيكت بابا. كان المقلب ده عايزه ثبتنا عم رمضان في العربيه بالكلب. اللي عمو مين؟ مرضاه. قعدناه في العربيه ورحنا ثبتينه. وبعد جاي حرب فاكره كلب لاعب كلاب سكيت. حصل. لا والله الصبح انا اتعور. عوره الكلب ده. ماليش دعوه الصبح يابا. لا وانتوا بتتصوروا جنبه؟ بتتصوروا جنبه؟ ايه ده؟ بتتصوروا جنبه يعني ايه؟ ده عبد رمضان. ايه ده يعني؟ مش هكسفوني ان انا كلب زي ده. اعمل فيه كده كلب زي ده. واحد صاحبي اسمه حماده ابو شعر بيقول لي ابو نور ما تصورش الناس والكلاب بتهزر معاها كده عشان ايه؟ الناس بتتكلم عليكم وازاي ومش ازاي وابو نور بيجي على الناس والكلام. ايه رايك في الكلام ده؟ ما تقول للناس. لا والله ما بيجي عليك. ايوه ايوه مصوري غلط. علن انا صراحة مش شايف اي غلط. احنا بنضحك ونهزره. مفيش غلط في الشغل دي خالص. صراحة مش شايف غلط والله. ولا انا ياسين بيه شايفين غلط. هتلاقي ياسين السيارة ولا دخل الكلب ده في البيت. هنتعدلنا رجاله وطول عمرنا طول ما احنا عايشين هندربوا كلاب الكل. طبعا. وطول ما معانا الكابتن. الكابتن ابو نور هندربوا كلاب الكل. طبعا. ايه؟ طول ما معاك ربنا. ما معانا ربنا والكابتن برضه. ربنا والكابتن. اصل انت اللي بتدرب الكلاب. وربنا معانا برضو. هو اللي وقف جنبينا. وعمر ابو نور ما يجي علينا. مين؟ الكابتن ابو نور. الكابتن ابو نور. معلش يا كابتن. يا طلعت كده بابا. تعال يا بابا كرتك خلاص كده هنصيم. احلى مسا عليك يا بنت مراد. انا عاوزك في حلقه العصر. خلصت يا ابراهيم؟ خلصت؟ على الله حكايتك يا ابراهيم. احلى بس تعالى فوق.